اليوم هو الخامس والأخير من البطولة الإفريقية للملاحة الشراعية، عرفت ارتفاع منسوب الإثارة والمنافسة. فبغض النظر عن اعتلاء منصات التتويج، تبدو الجائزة الكبرى أكثر أهمية، وهي خطف بطاقة العبور نحو أولمبياد طوكيو 2020 بمشاركة 50 رياضيا ورياضية يمثلون 9 دول إفريقية من خيرة مختصي الملاحة الشراعية، ثلة لم تثني من عزيمة الملاحين الجزائريين الذين سجلوا حضورا متميزا في الطريق نحو اعتلاء المراتب الأولى قاريا، ومعها تدوين أسمائهم في لائحة الواصلين إلى موعد طوكيو الأولمبي 2020. التنظيم كان على أحسن ما يرام، ما كانش عندنا كما نقولوا احتفاظات دي ريزيرف من لي بيي اللي شاركوا، واليوم آخر سباق كما نقولوا اليوم سي لا ميد الريس. عندنا تأهلين إلى حد الآن، ورانا الحق فرحانين بزاف بهذا التأهلين اللي كانوا صعاب، ولكن ما شفتوا حتى الدقائق الأخيرة باش بانوا الفائزين في هذو التأهلين. اليوم الختامي للبطولة الإفريقية التي دارت أحداثها بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت الماء بالعاصمة كان مسكاً، حيث تمكنت النخبة الوطنية من تأهيل رياضيين اثنين في اختصاص سباقات صنف الار اس اكس، هما حمزة بوراس لدى الذكور وأمينة بريشي لدى السيدات، بعد أن تصدرا ترتيب العام للمنافسة. كما يقول لك لوبجيكتيف لحقنا له سيتي لا كاليفيكاسيون لي جوز اولمبيك طوكيو 2020، اي اون بليس دو سا دينا لا ميداي دور اي لا ميداي برونز في لا كاتيجوري في ما يقول لك نمثلوا الجزائر في احسن تمثيل في طوكيو ان شاء الله، وين نحسنوا يعني ليماش تاعنا في الاليترونجي ان شاء الله. بوراس الذي لم يكن امامه من خيار سوى حلوله اولا في السباق النهائي قصد تجاوز سيشيلي جون مارغاردات، فكان له ما أراد بفضل عمل زملائه كفريق واحد. والحمد لله يعني حضرنا بكل قوة، والحمد لله أني فرحان ومانيش مأمن باسكو لا ديزيام فوا اللي صرات يعني في لافوال. فوالا إن شاء الله نكملوا هذا في هذا المنوال إن شاء الله. كي جابوها لعندنا لهنايا باسكو كان بلوس لينا، باسكو كيما نقولوا يعني في عقر ديالنا، والحمد لله تأهلنا وشكرا. ثاني البطاقات الأولمبية عن اختصاص صنف الار اس اكس باسم الجزائر كان من نصيب بريشي، التي ورغم حلولها ثانية في سباق الفرصة الأخيرة غير أنها استفادت من تقدمها الطفيف في جدول الترتيب العام. التأهل الحمد لله سي لا جيري اللي تأهلت، وغراسا كاع الخدمة اللي خدمناها طوال العام، غراسا ستاف تكنيك اللي عاوننا، لي زونترينور اللي هم معنا الحمد لله يا ربي، وجبناها مع البداية لا، من بعدك مع الخدمة وكاع على هلا واحد كيخدم يوصل الحمد لله يا ربي. لتكون الجزائر حاضرة في الموعد الأولمبي للمرة الثانية تواليا في تاريخ الملاحة الشراعية.